تلاميذ الجماعة القروية أيتم ديس بإقليم الزلال استأنفوا دراستهم في ظروف جيدة داخل مجموعة مدارس أيتموسا بعد حادثة الزلزال الذي ضرب المنطقة وأثر بشكل كبير على المدارس. طبيعة الحال تأثر ديال الإقليم والمؤسسات ديالها يعني بالزلزال، فهذا يعني عرف أيضا عملية تشخيص أولية من طرف يعني السيدات والسادة المديرات والمديرين وكذلك اللجان التقنية التي يعني مرت على جميع المؤسسات التعليمية من أجل التشخيص الدقيق يعني عن طريق المهندسين والتقنيين. 450 تلميذا وتلميذة هو عدد الذين تم نقلهم إلى مجموعة مدارس أيتموسا، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات المحلية من أجل ضمان حسن سير السنة الدراسية رغم الأضرار التي سببها الزلزال. ويأتي الاستئناف الفوري للدراسة بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بضمان دعم المتضررين.